هلا يمكن حدا يقول بسيطة، شو ابنك أعز من كل اللي راحوا؟ القصة وما فيها انه ابني وقف سيارته تحت البيت وطلع يرتاح، بعد شوي ولعت الدنيا رصاص مثل الشتاء. هو ما كان عارف انه في مهرجان وفي مين عم يحكي بهالمهرجان. رصاص مثل الشتاء مش باتجاه العدو الاسرائيلي ولا ضد كوماندوس ارهابي، رصاص ابتهاج ورصاص افتخار وعز. رصاصة قد البطيخة وقعت على سيارته وكانت ناوية تكفي مدري لوين. يا رصاصة البهجة يا رصاصة العز، انزلتي بعيد كتير عن المكان اللي كان لازم تنزلي فيه. مش مهم الازاز اللي انكسر، فدا القضية، المهم تبقى القضية ولو من دون ازاز. هذا رأيي، فكر فيها.